مش نحكيه على التعلم عن بعد، والرقم اللي باش نبداو به هو 43% من الطلبة يستخدمون منصات التعلم عن بعد. كل هذا وأكثر نتعرفوا عليه مع سي حماد البقلوتي. صباح النور ومرحبا. مرحبا حسام، مرحبا أحمد، مرحبا بكافة المستمعين، نهاركم سعيد ونهاركم جميل إن شاء الله. شان نارك أسعد الأيام. التعلم عن بعد هذه الظاهرة تقريبا اللي خلينا نقوله اللي اكتشفناها نوعا ما منذ جائحة كورونا. تقريبا أغلب الإدارات، أغلب المؤسسات وأغلب المؤسسات التعليمية اللي ولات تتعامل مع الطلبة عن بعد، ورينا حتى اجتماعات وحتى مجلس نواب الشعب في الوقت هذاك يعني كان يعقد الجلسات متاعه عن بعد. اليوم نحكيه على رقم مهم، 43% من الطلبة اللي يستخدموا منصات التعلم عن بعد. هذا صحيح أنه وقت الجائحة كانت ثم فرصة أنه الناس ما تنجمش تحضر وثماش جلسات حضورية، فأصبح العمل عن بعد والدراسة عن بعد وجامعات عن بعد. ولكن التعلم عن بعد هذا ما هو شيء جديد، كانت تحب هاتون أبدالك بشوية بشوية. بيانسير الله يبارك. في 2019-2020 أثناء الجائحة أنه ثم تقريبا نصف مليار طالب على الأقل تعلموا عن بعد، يعني واصلوا التعلم متاعهم في الفترة ذيك، يعني تقريبا نصف مليار، وهو عدد كبير برشا، وهي أول مرة أنه يقع الاستعمال المكثف هذا. لكن التعليم هذا عن بعد راه ماهوش جديد، كان قبل عندنا ما يسمى التعليم بالمراسلة، وهذا بدأ في 1873. مش تعرف أنه الحكاية ما هيش جديدة. وفي عام 1883 كانت أول فرصة للحصول على درجة علمية، معناها بدأوا الناس يتحصلوا على شهيد من خلال الدراسة والتعلم بالمراسلة، وهي الدراسة والتعلم عن بعد. قبل ما كانش ثم انترنت، كان ثم الجانب هذا اللي هو كان موجود، وفي تونس كانوا العديد اللي هما مغرومين به، وكنا نعرفوا يعني انه مهم برشا، وكانت الوسيلة الوحيدة انك تتعامل خارج الوطن في مع الكليات ومع عديد المراكز اللي قدموا دراسة في عديد المجالات. في عام 1892 تأسست جامعة في شيكاغو، وهي كانت هي جامعة مستقلة وتقري عن بعد، معناها بالنسبة للعالم الكل. البعض كان قبل يظن أن التعليم بالمراسلة يعني يتهكمون يعني من هذه، معناها قاري بالمراسلة ما هوش قاري يعني حضوريا، وبالتالي ما هيش حاجة مهمة. اليوم شنو اللي أصبح عنا؟ أصبحت عنا تقريبا حاجة أهم، لأنه في عام 1970 بدأت التقنيات الجديدة تتطور، وبدأ التعلم عبر التلفزة، وكان ثم الدروس اللي تتعدى بالتلفزة والراديو، وشرائط مسجلة اللي هي تخدم يعني قاعدة تتطور مع تطور التكنولوجيا. الحقيقة في عام 1999 طلعت الحكاية ذي وولدت أكثر يعني نجاح، خاصة في مجال التعليم عن بعد، يعني ولوا ثم ساعات أكثر للتلامذة اللي يقضيها قدام التلفزيون ولا قدام للاستماع وللتعلم عن بعد، وخاصة بالنسبة لبعض المناطق وثم بعض بلدان اللي هما يصعب التنقل، فيصبح الوسيلة المهمة هي التعلم. هذه هات نحكي وشنية كيفاش تم الحكاية. اليوم أصبح تطور أكثر وأصبح مهم استعمال الوسائل الحديثة، والحقيقة نحب نقرأ لكم هذه الفقرة الصغيرة. هي المساحة التي يمكن للمدرسين والمدربين من خلالها مشاركة محتوى دوراتهم عبر الانترنت، وهنا ثم أنواع من هالدورات هذه. ثم المنصات التعليمية اللي هي يعني تخدم مباشرة، وبالتالي يمكن الأستاذ والتلميذ أنهم يتفاعلوا في نفس الوقت، يعني يبدأ مباشر الأستاذ كأنه موجود والطالب كأنه موجود، يكون ثم تفاعل مباشر، يكون ثم تفاعل، أو ثم الأخرين اللي جيت الأستاذ يقدموا العمل متاعه والتلامذة بعدين هما يتابعون. الحقيقة عندها عديد من الإيجابيات،
من بين الإيجابيات يقول لك أنه التواصل أسهل ما بين الأستاذ والطلبة عبر الإنترنت على أساس أنه هو في قاعد في البيرو متاعه، هما كل واحد في دار ولا في المكان اللي حب عليه هو، بالتالي ينجم يحكي معه، في حين أنه على مستوى الجامعة بالنسبة لاكتظاظ عدد الطلبة وغيره فإنه التواصل ما يكونش ربما جيد أو بالسهولة بنفس السهولة. التعلم عن بعد التكلفة متاعه أقل، وهذا يزد مهم ياسر. التعلم عن بعد يسهل أكثر، قلنا التواصل ما بين المتعلم والمعلم، وهذا يزد مهم برشا. والحاجة الأخرى هو أنه تسليم خاصة الوثائق، ونبعد أقل وثائق ورقية، وبالتالي تبادل الوثائق والملفات والمحتويات خاصة الدراسية، فإنها تتم بسهولة وبسرعة بنزل على فلسة تكون عند الطالب أو المتعلم. إيش هي التوقعات توا بالنسبة للتعليم اللي هي خاصة ذي التعلم عن بعد؟ قلنا في العنوان أنه 43% من الطلبة الآن تقريبا الطلبة الكل متاعنا، مثلا ماش طالب ما يستعملش وسائل الانترنت باش يشوف في بحث في عمل معين، كما كذلك ثم لي نقل هذا من بين المساوي معناها، ولكن سهل باش يتفطنوا لهم لأنه أصبحت الإمكانية والآليات متاحة. التعلم عن بعد هذا سيدي يدخل برشا فلوس، هنا أعود لسي أحمد المخلوفي اللي يدوم علي أنه نهار الجمعة ما نحكيوش فلوس. 457 مليار دولار يعني تقريبا كل عام، هذا دخل المؤسسات اللي تخدم والمنصات اللي تخدم عن بعد. عديد البلدان اللي هي تطورت وراك تنجم تدرس وتتعلم في أي تتعامل مع أي منصة، وهذا مهم نحكيه توا كلمة منصة بس بيمشيش في بالهم الأولياء أنه الصغير اللي شادد نهار كله هو شادد الانترنت معناها راهو يدرس عن طريق الانترنت. الانترنت هي راهي منصات، ومنصات هذه يقع التسجيل فيها، وفيها منصات اللي هي ما هيش مجانا يعني بدفع بالفلوس معناها ما هيش مجانا، وهذه منصات خاصة ومراقبة ومنصات مهمة ومحترمة كذلك لأنها باسم جامعات معينة وباسم جهات معينة، فهذه المنصات مهمة. هنا للتذكير وزارة التربية عندها منصة إيدونيت اللي هي فيها اللي يعني نعم من المنصات المهمة، بدأت يعني محتشمة وتويكة تطورت، ومنصة إيدونيت فيها العديد من الأعمال وحبارش حاجات، ويمكن للطلبة أنهم يستفيدوا. شنية الحاجة الخايبة في الحكاية دي هو أنه الأولياء هم اللي واللي ويخدموا في الخدمة بتاع صغار، يعني الصغير أكثر بخل وأمه ولا أبي وهو اللي يخدم ما عارف اجتهادات اللي يخدم الخدمة. بالنسبة لبعض الإحصائيات 72 من المؤسسات تشوف أن التعليم الإلكتروني يمنحهم ميزة تنافسية كبيرة برشا. في أوروبا تقريبا 70% من صناع يعني التعليم الإلكتروني هذا يعني نسبة كبيرة موجودة، 70% موجودة في أوروبا، يعني أوروبا متطورة برشا. وعندنا 70% من الطلاب يشوفوا أن أفضل طريقة للدراسة هي الدراسة عبر الإنترنت أفضل من الدراسة التقليدية. هنا يعني تهورة وذي أرى معناها تختلف، لو كان جو في تونس نعملوا الاستبيان هذية تو نلقاو ما نلقاوش برشا، لأنه علاش الجوز حاجات، هل أنه في تونس كل المناطق فيها تغطية بالإنترنت لأنه أهم حاجة يلزم يكون عندنا ريزو معناها قوي وإنترنت باهية لتنزيل البرامج لتنزيل. وهل أن الإنترنت في تونس متاحة للناس كل وإلا ثم على مستوى التكلفة هل أنها متاحة؟ على مستوى التجهيزات معناها ما هوش بالتليفون فقط، راهو خلينه تعليم أكثر من هكا، لابد من أنه يكون عنده جهاز كمبيوتر، وهذا الجهاز هذا لتخزين المعلومات وإكران أكبر تسهل له أنه يقرأ، ربما مرات ثم وثائق لابد أنه يطبعها لأنه
طباعة الورقة دائما ما زلنا عنها كإحنا نحب نشوف ورقة مطبوعة. عندنا إحصائية أخرى أنه معظم الطلاب يقضيوا 60 دقيقة في البحث في الإنترنت. راهو نحكي على مستوى العالم مش على مستوى تونس. على مستوى تونس يعني ممكن في حدود 60 دقيقة في الأسبوع نظرا ساعة في الجمعة. أي يعني على أساس أنه الصعوبات اللي أكثر ثم على عدد الطلبة عدد الساعات اللي تمشي للمنصات هذه فإنه يصبح العدد عدد قليل. بالنسبة للمدرسين حتى المدرسين يعتقدوا 45% من المعلمين أن محتوى التعليم الرقمي سجل يعني أو سيحل مكان التعليم هذا أو المحتوى المطبوع. يعني تصبح كل شيء نخدمه جانب رقمي. علاش؟ هو عنده زوز أسباب. السبب الأولاني هو ارتفاع التكلفة متاع الورق اللي هي معناها وسبب بيئي كذلك على أن الورق يعني من الحاجات من الصناعات الملوثة جدا واللي في العالم الكل يلوجوا أنهم ينقصوا منها ينقصوا منها. السؤال اللي يطرح هل أنا التعليم عن بعد مجاني؟ سؤال في محل. أي ما هو ذا يعني التعليم عن بعد ليس مجانيا كاملا وليس مأجورا كله. يعني ما دام يخلص في التكلفة متاع الإنترنت وما دام مخلاف الإنترنت. أي. مجرد لكسي الدخول متاع المنصات الدخول بخلص. إلى هذه المنصات. أي. أنه فيها اشتراكات وبالتالي ثم حوايج فري. نعرفها كل كلمة اللوجيسيال كما برش حاجات يعني يرغبوك يعني يعطيوك شوية هكا أو كي تجي تتعمق طريف يقولوا لك هذه حدك لهنا فلوسك وفات يعني أنت ولا بد أنك تبدأ في مرحلة جديدة. مهم برشا أنه يكون التعلم عن بعد هذا متوفر ولكنه ليس مجاني ولك وفي نفس الوقت ما هوش مرتفع التكلفة ما هيش ماش طالع. السؤال الآخر اللي الموجود هو هل أن الشهادات العلمية معترف بها أم لا؟ وهو ما مدى اعتماد شهادات التعليم عن بعد ذي؟ برشا دول تعتمد مثال في السعودية يعترفوا بال عادي. أي أبون مش من أي مكان بالطبيعة. تودي بونتي والمؤسسة اللي تقرأ اللي أيوة. تتعامل معه واللي تقرأ فيه. حسب المنصات هو هي منصات معناها. كما بدأت منصات متاع تعارف كما منصات متاع تعليم السعودية مهم جدا. شنو أنواع التعليم اللي يمكن نقرأها عن بعد خطر يعني ثم عديد المجالات أنه وثم قلت لك بكري أنه ثم التعليم المتزامن والتعليم الغير المتزامن. متزامن يعني الأستاذ والطلبة فرض وقت فيديو كونفيرانس وهم يسمعوا وهم يحكيوا هو يرد عليهم ويتفاعلوا معاه ويتفاعلوا معاه وإلا هو يحط تنزل على الفلسة المقرر اللي هو موجود ثم برشا محاضرات وانت تشوف المحاضرة اللي حاسك بها أو المجال اللي تعرفه. يتميز التعليم عن بعد ذي بالمرونة حيث يتيح للطالب الاستفادة من التعلم وفق قدراته وسرعته وهذا مهم جدا. نعرفه احنا ناس كل أن مش ناس كل عنده نفس قدرة الاستيعاب والفهم وأنه واحد يفهم من أول مرة والآخر لازمك تعود له ثلاثة مرات وهذا على مستوى بالنسبة للتعليم الحضوري التقليدي فأن الأستاذ سيقدم ما عنده من نص وما عنده من معلومات ثم يمضي وبالتالي ما هوش مش يشوف هل أنه القسم الكل تمت الفائدة للقسم الكل ولا لا. وهذا الفرق أنه بالنسبة للتعليم عن بعد الطالب بإمكانه يركز على نقطة معينة أو يعيد أو يشوفها بشكل آخر أو ربما يبحث عنها عند أستاذ آخر بطريقة أخرى وذا تلقاه موجود. الآن التعليم عن بعد أصبح يحقق فاعلية خاصة في عديد البلدان اللي فيها مشاكل وأثناء الثلج وأثناء الحروب وأثناء الجوائح وأثناء المشاكل وبالتالي أصبح مهم جدا. وممكن هذا ينجم يكون الآن نعمل دمج ما بين التعليم الحضوري والتعلم عن بعد. هناك أساتذة اللي ينجموا يكونوا خطر ثم حاجة مهمة أنه نوفر أستاذ
في اختصاص معين في كل مكان احيانا يصعبه. ففي حين انه نفس الاستاذ ينجم يدرس في عديد المناطق من خلال المحاضرات عن بعد. وهذه الطريقه ربما ما بدناش نحكيوا على انه نحي ونقص من التشغيل، وهي العملية هل أنه كيف الاستفادة. ثم برشا ناس مهم أنه يقع الاستفادة منه. شنو هي المعيقات؟ وكل حاجة عندها التطور السريع. معناها الآن تشوف وهذا من خلال خاصة البرمجيات، هل أنه إحنا نستطيع أنه كلما تغيرت هذه البرمجيات يكون عندنا إمكانية باش نكونوا مواكبين وعندنا ميزة جور، معناها محينين. يعني هذا من المعيقات. وثم القناعة، هل أنه إحنا مقتنعين؟ تعودنا دائما يجب كي نبدأ نقرأ يجب أستاذ ويصدق له وقت لها، معناها يتابعوا وحده يعني من تلقاء نفسه. هل أنه يستطيع، هل أن كل الناس بإمكانها أنها تدرس مباشرة وحدها وتحمل مسؤولية أو لا؟ ثم في بعض الأماكن عدم الاعتراف بهذه الشهادات، وهي حكاية هذه المطابقة. فهذا موضوع معناها مطروح، ربما حتى بالنسبة في تونس جاء الوقت أنه نبدأ ونطرحوه على أساس أنه نسهله للناس، نعطيه فرصة. هنا تجي حكاية المصداقية، تجي حكاية التقييم كاش يتم. المواضيع هذه الكل ممكن دراستها وممكن نشوفها. بالنسبة للاختراق، وهذا جدا من المواضيع المهمة، يحدث دائما اختراق يعني في المواقع هذه، وهو اللي يخلف قلق عند الناس، وربما يكون ما هو شيء يعني موضوع مقلق ونجم. وبالتالي يلزمنا دائما متابعة مراقبة، والمؤسسات هذه يلزم يكون عندها قدرة على أنها تحسن أنها تحسن محتوياتها. هذا تقريبا أهم ما عندي في خصوص التعلم عن بعد. يبقى أنه التعلم حق من حقوق الناس الكل، كما وباش يكون ثم تساوي الحظوظ. وهذا يعني الملاحظة اللي باش نقول هنا، يعني إذا كان احنا باش نتيح الفرصة للناس ونعترفوا بالشهادة، نحكي على تونس وانا في السعودية، ربما هذه المواضيع غير مطروحة عندهم. هل أنه اعطينا حظوظ متساوية للناس الكل؟ إذا كان نعطي حظوظ متساوية يعني الناس كلها عندها حاسوب وعندها انترنت وعندها إمكانية معناها باش تدخل للمواقع هذه. هل أنه التعليم عن بعد يكون موازي للتعليم التقليدي، وخاصة في مجالات أخص بالذكر مجالات مثال نعطي هيك كمثال؟ يا أخويا في المناطق البعيدة ما نلقاوش أستاذ موسيقى مثلا، أستاذ مسرح، لا يوجد أستاذ موسيقى ولا مسرح في أي إعدادية خارج المدينة. هاي أختنا هي. إذا كان ما ثمش يذوم، هل التعلم عن بعد يصبح وسيلة لتحقيق شوية عدل؟ قل لك أنا نعم، وممكن، وبالتالي من الحاجات اللي ممكن تكون. أما بالطبيعة ذي من الحاجات اللي هي سهلة وسهلة التنفيذ، فقط قليلا من الاجتهاد ويصبح العمل هذا ممكن. الحاجة الثانية أنه على مستوى الجلسات وغيره، وإحنا نشوفه برشا نهار كل نتلم والكل، أنه الجلسات عن بعد رأي أثبتت جدواها وأثبتت أن حاجة باهية وتكلفتها رخيصة جدا يعني ما عندهاش. في حين أنه ما إحنا ما زلنا مصرين أنه كل شيء لازم نتلمه، وبوز كافيه وفطور ولما وكيرا وتنقل وسيارات. وهنا أنا نحكي دائما نحب نضيف حويجة على الجانب البيئي، كلما قللنا أو نقصنا من التنقلات رانا نقصنا من استهلاك المحروقات، وبالتالي نقصنا من استنزاف الدعم ونقصنا من انبعاث الغازات لهذا الكون. يعطيك الصحة سي حمادي، نتصور ميساج ريسيو.
نتصور هكا كون وصل المساج. لكن الأهم من هذا كله احنا حكينا على الجانب التعليمي، وإن شاء الله زاد الإدارات التونسية متاعنا تترقمن زاد كيف كيف وتدخل لعالم الرقمنة وعصر الرقمنة، مش نبقى ونعيشوا بالفاكس ونتعاملوا بالفاكس ونتعاملوا ب كما قلت أنت مرة سيارة إدارية تخرج تمشي لتونس باش تهز مراسلة وترجع معناها. دونك إن شاء الله زاد السيارات إن شاء الله زاد الإدارات التونسية يدخلوا لهذا العالم ويواكبوا زاد العصر شوية ويسهلوا المأمورية حتى لينا احنا كمواطنين. علاش اليوم باش نخرج في مضمون نبقى شادد الصف انا ونبقى راك نقولوا شاد الصف راهو صف صف ونتنقلوا كذا في حين نجم من دارنا نخرجوا انا المضمون. اي هذا راهو جانب اللي قلنا بكري احنا حكاية السيكوريتي هذه وحكاية الحفاظ على المعطيات الشخصية، وحاجة اخرى انه ما ثماش ثقة، مازال ما عندناش برشا ثقة في التعامل عن بعد. الحاجة الأخرى هو أني ثم تعود دابت به الإدارات، وبالتالي من الصعب أنه يكون بسرعة. أذكر أن في عام 2001-2002 كان عندنا وزير التربية الداعي في ذكر اسمه وربي يرحمه وتوفى، أنه طلب من المديرين الجهويين قال ما عادش تحب مراسلة بورق كل شيء، وجاب لهم كل مدير جهوي حاسوب وبعثوا لهم اشخاص يعني فورماسيون باش يكونوهم باش يعرف كيفاش يعدي ميل ويكون عنده ميل. وجماعه الاي ام بي مي مشكورين ونوجه لهم تحيه من هذا النهار، فيهم كثير من الاصدقاء اللي مازالوا يخدموا واللي خرجوا في الطاقات اللي عملوا مجهود ولكن ما مشاتش بشكل جيد، ومشى الوزير انتهت الحكايه وبقينا نبعث المراسلات بالكاميون. مالوريزمون هذا هو الواقع. شكرا لك سي حماد، يعطيك الصحه على كل هذه المعطيات. اليوم نحكي على 43% من الطلبه يستخدموا منصات التعلم عن بعد، كل هذا واكثر كان عندنا في قلوب الارقام.